هذا وتتواصل فعاليات معرض إيجيبس 2024 تحت شعار تحفيز الطاقة، تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات بمشاركة 120 دولة. وللمزيد من التفاصيل حول أهم ما جاء في اليوم الثاني من معرض إيجيبس 2024 يطلعنا عليه الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم مجددا من داخل مركز مصر للمعارض الدولية، حيث اليوم الثاني للمعرض الدولي للطاقة إيجيبس 2024 في نسخته السابعة. اليوم المعرض بدأ بمؤتمر صحفي غاية في الأهمية لوزير البترول والثروة المعدنية الدكتور طارق الملا، تحدث خلالها على الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في إنعاش الاقتصاد من خلال طبعا إبرام العديد من الشراكات مع الدول الأجنبية. أيضا المؤتمر اليوم مشاهدة توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الطاقة ومجال البترول والغاز الطبيعي وغيرها من مشتقات البترول. أيضا التوجه إلى القارة الأفريقية كان من أهم محاور المؤتمر الصحفي، وأكد وزير البترول على أن مصر تضع كافة إمكانياتها وخبراتها ومقوماتها في خدمة القارة الأفريقية، وأن هناك توجه لاستثمار العديد من يعني الإمكانيات في القارة الأفريقية وتعاون كبير بين مصر وجميع دول القارة. أيضا تحدث وتطرق إلى محور الشباب، وأكد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالشباب وتعمل على تدريبهم بشكل كامل ليكونوا مؤهلين لسوق العمل. أيضا على المحور الآخر، بالفعل تواصلت فعاليات المعرض بشكل كبير من داخل يعني الشركات والعارضين المتواجدين داخل المعرض، وتحدثنا إليهم وأكدوا أن الدولة المصرية بالفعل يعني تقدم العديد من التسهيلات لجذب رؤوس الأموال المختلفة سواء الفرنسية أو الألمانية أو كافة الشركات المتواجدة من خلال تقديم حزمة اقتصادية كبيرة لتسهيل يعني تواجدهم داخل الأراضي المصرية. يمكن هذا هو المشهد في اليوم الثاني لفعاليات معرض إيجيبس 2024 للطاقة، وأعود إليكم مرة أخرى.